ونايف نفس السؤال. المنتخب اليوم نقص كبير، تلعب مع حامل لقب آسيا على أرضه وبين جمهوره، ضغوطات المباراة اللي كنا نعرف تفاصيلها، وطالع في اللعيبة يعني على قولتهم نفس اللي قلناه من فترة، ولا غلطة، اللعيبة كلهم مركزين مصحصحين مع بعض كتلة واحدة، تقدما وعودة. ايش اللي شفته في المباراة؟ شوف، انا ببدا القصة من البداية وقاعد اتكلم بهذا وانا قاعد مؤمن فيه، ويعني زي ما يقولون ما في اي مزايدة. الاصل اللي قاعد يصير هنا، الاصل هو مشروع ولي العهد. هو لما تكلم قال بجيب لاعبين اجانب واصر على موضوع اللاعبين الاجانب، انا بالنسبه لي هذول يعني شخصيه اللاعب السعودي في البطوله هذه من مخرجات 7 الاجانب. انت تتذكر الحلقه اللي راحت لما قلت لك ان اللاعب السعودي قاعد يلعب في دوري او في تحت ضغط وتحت جماهيريه وعند لاعبين اعلى مستوى من اللاعبين حق منتخب قطر، لذلك الوضع اصلا طبيعي جدا. واكمله الخبير استاذ محمد، يعني انه من هذول بالنسبه هذا العقليه اللي المفروض يدخل فيها اللاعب السعودي. يجي لي مجموعه زي ما قلنا انه في 90 دقيقه هزيمه يرجعون لنا على 3 اجانب، يدخلوننا على افكار لعب العصر، هذا انا ما احبه، اللي يحبون يلعبون العصر يدخلونا في قضايا ما يبغون يرجعوننا على وراء. يعني في ناس ما تبغى تتطور، ما تبغى التكنولوجيا، تبغى ترجع للآلة الكاتبة وتبغى ترجع للورقة والقلم، لأنهم لو دخلت في المرحلة هذه هم ما لهم سوق، فذلك يبغون يرجعونك. الآن بالنسبة لي تجربة 7 أجانب هذه أنا بالنسبة لي ناجحة 100% في ثقة اللاعب، في الكواليتي حق اللاعب، في النضج التكتيك تبع اللاعب. قضية أنه والله لاعب يعني رأس حربة واحد ما عنده واجبات، هذه انتهت. أنا بصراحة المنتخب السعودي أنا قاعد أشوف المراحل اللي قاعد يكون فيها المدرب، حتى المدرب قاعد ماسك اللاعبين، يعني في رأس البريك احنا عارفين رأس حربة. اليوم جالس يركض مع عبد الكريم حسن، من متى لاعب رأس حربة احنا نشوفه يبدأ يغطي في الطرف اليسار؟ إلا لاعب ناضج تكتيكيا وبدأ يفهم الواجبة اللي قاعد يقولها المدرب. من متى الحمدان كيف يضغط على المحاور؟ بصراحة اللي صار في المنتخب السعودي، شوف اللي اخفى الاطراف الاثنين هذولي زي ما يقولون المحطه ما قبل الاخيره اللي هي عند الهيدوس، لانك كنت لما تبغى تلعب على الطرف لازم تدخل اللاعبين جوا بعدين تطلعهم برا. انت اللي موجودين في وسط الوسط هذا ضيقت عليهم زي ما يقولون المساحات، لما بتتكلم على كنو، تتكلم على عبد الله المالكي، تتكلم على عطيف، تتكلم هذول مجموعه لاعبين اخفولي اكرم عفيف ما ادري وين في بصراحه. هيدوس انا ما اعرف، ودي على ذلك تشوف نرفزتهم لان الكور ما صارت تجيهم. بعد كذا بعد دقيقه 77 الهنارد زي ما يقولون ركن الباص، دخل لك زياد الصحفي ودخل لك سعود عبد الحميد، خلاص انتهى الموضوع، انتم لعبوا برا 18 على كيفكم، جوا 18 خلاص هنا. والاجمل عاد اللاعب اللي لوك عجبني اللي هو فواز، طريقه حلاقه الشعر حقيقه هذه كانت جدا جدا، انا ودي اتعمم وش حلاقه شعر فواز، يعني يوم لما حلق شعرك كذا يعني فعلا لاعب جاي يلعب كوره، مو جاي زي ما يقولون ايوه لا لاعب كوره، واضح انه مركز على الكوره. فواز فعلا ترى انا كثير ولا اقطع كلامك ابو نايف الا بالخير، انا احترم والله العظيم اللاعب اللي لما تجيه فرصه يحسس الجمهور والمدرب والاعلام انه انتم غلطانين حاطيني بالاحتياط. ما اتكلم عن فواز بس طيب. يعني فواز يمكن عشان اصابه العويس ساهمت وكذا، بس انا احب هذا النوع من اللاعبين. يعني اليوم لما تشوف راس البريكان والحمدان تحس كل واحد فيهم يبغى يقول رينار انا مو الثاني، لا مو الحمدان انا، فراس قاعد يقول والحمدان قاعد يقول لك لا مو فراس انا. احب اللاعب اللي لما تجي فرصه يكون هدفه بس يبين للناس كلنا غلطان، يبغى يلعب عبد الله المالكي لاعب ايجابي، نزل كسر الدنيا، لعب 3 رئات ما شاء الله عليه. يعني هذه الفكره، الهدف تبعنا انت تلاحظ اللي اخذ الكوره واعطاها سلطان الغنام اللي هو ظهير، فراس بيكر راجع ورا ورفعها للحمدان، وزي ما قلت الحمدان طلع الكوره ميته ستروبيا، طلع فوق وضربها الحارس في ذا وجابها جول. هذا اصرار اللاعب برضه يدرس الشغل هذا. المدرب لما لعب لك نواف العابد ولعب لك هذول، واضح ان اللعب ما يبغى يلعب على الاطراف. احنا تكلمت في المره الماضيه لما لعب هتان وسالم على الاطراف يبغى يفتح اللعب، في المرات هذه لا، انا ابغى اركز على العمق. انا قلتها واقولها زي رينارد هذا، يا اخي اتركوه يشتغل بس، احنا نقول اتركوه خلوه افكاره يطبقها.
يطبقها لنا ونستمر فيها. احنا لو نسمع كلام بعض او البعض صدقني هذا المدرب هذا احنا نقول ما يفهم. يعني شوف بطوله مجمعه طريقه التدوير في بعض المرات اجباري انك تريح لاعبين مجموعه. وشوف وبرضو عقلية انه هو انا مستعد الاصابات اللي عند سالم وعند الفرج عضلية ممكن لو انه من المدربين اللي هو يبغى بس يفوز يبغى يسوي سي في يلعبهم ولكنه ما يفكر بالاسلوب هذا. صراحة اليوم ملحمة الظروف اللي وضع فيها المنتخب السعودي في بدايته في الدعوة القصيرة في خلال 3 أيام ويومين كيف اللاعبين حضروا انفسهم. احنا نتمنى بس وزي ما قلت انت المباراه الجايه هذه اللي هي مباراه مع البحرين انا اعتقد انها احتفاليه من ضمن موسم الرياض سواء فاز المنتخب يعني انا سواء فاز المنتخب السعودي سواء فاز المنتخب البحريني ابد اذا هذه هنا عين وهنا عين يعني في النهايه خلاص تحقق الهدف للاستعداد للمنتخب السعودي. احنا لازم نقول المنتخب السعودي وطريقه اداره المدرب فيها انها استعداديه والدليل على ذلك انه ما لعب باللاعبين الاساسيين او استمر على تشكيله واحده طيلة المباراة. التغييرات اللي قاعد يصير في حقيقة اللي قاعد يصير درس لجميع الناس اللي تقول ممكن ان المدرب هذا احنا جايبين المدربين هذولي بصراحة انا اقول انه يطورونا يعلمونا الاحترافية. لذلك نتمنى ان يمسكون من الالف الى الياء والف الف مبروك للمنتخب السعودي وان شاء الله عاد ايا كان انا بتفق معك ايا كان المنتخب للبحرين ابد احنا ربحانين. ابو عبد